مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده من فضفضه. النهارده بنكمل الموضوع اللي اتكلمنا فيه في الحلقه اللي فاتت، وكنا بنتكلم عن العمر الحقيقي للانسان، وكنا بنتكلم عن العمر الحقيقي وعلاقته بالتوازن النفسي والحاله النفسيه والصحه النفسيه، واتكلمنا كمان على فكره النضج العاطفي، واتكلمنا على مراحل كمان حتى في عمر الطفل من وهو بيبي خالص وهو صغير. هنكملها النهارده ونفهم النضج بيمشي ازاي مع النضج الجسدي، معاه كمان نضج نفسي او احتياجات نفسيه بتخليه اما ينضج بنفس القدر مع النضج الزمني او يعني العمر الحقيقي او لا. هنكملها النهارده مع ضيفنا مشرفنا دكتور احمد هارون، مستشار العلاج النفسي عضو الجمعيه العلميه للصحه النفسيه. اهلا بيك يا دكتور مره ثانيه. اهلا بيك يا دكتوره، اهلا وسهلا. اتكلمنا في، مش هنعيد طبعا اللي فات، عندنا الحلقه على اليوتيوب للي حابب يرجع لها ويشوف كل الكلام اللي قلناه يا دكتور عن الفرق بين العمر الحقيقي اللي هو بالسنين والعمر العمر الزمني والعمر النفسي. بالظبط اللي حضرتك سميته العمر النفسي، واللي احنا ساعات بنقول عليه بنطلق عليه النضج العاطفي، في مشكله في النضج العاطفي او لا مرتبط بالعمر النفسي ده. واتكلمنا على مرحله عمريه اخرها ختمنا بيها وهي من سن سنتين لاربع سنين. حضرتك اتكلمتنا على فكره ان النضج العاطفي ده اللي احنا سميناه نضج عاطفي او العمر النفسي مرتبط ارتباط وثيق جدا بموضوع حاجات احتياجات يمكن الام ما كانتش تاخد بالها منها ان هي اتعاملت معاها بطريقه غلط في سن سنتين لاربعه، حتى في الباتي تريننج او في فكره ان هو يبدا يتدرب ان هو ازاي عايز الستول والتواليت والحاجات دي لوحده. ممكن تاثر بشكل كبير جدا في سن كبير انه كشخص يبقى عامل ازاي وشخصيته شكلها ايه وتركيبته عامله ازاي. حضرتك تكمل لنا النقطه دي وندخل بقى على المراحل الثانيه والاحتياجات النفسيه اللي بتاثر علينا. شوفي، هو احنا شرحنا الحلقه اللي فاتت يعني فكرتي عن حاجه اسمها العمر النفسي، وزي ما قلت لحضرتك احنا كمعالجين نفسيين او متخصصين في العلوم النفسيه درسنا من سنين طويله ودرسنا ولا زلنا ان في حاجه اسمها العمر العقلي، والعمر العقلي ده ما يقصد بيه هو الوظائف العقليه او الوظائف المعرفيه. لكن انا بتكلم عن العمر النفسي، ان كتير من الناس ممكن تكون زي ما شرحت المراه الحكيمه اللي بعض الذكور حاولوا ينالوا منها او يحرجوها او يضايقوها، فاتكلمت عن ان العمر الحقيقي هو وجهه نظرك في اللي حصل لك في حياتك، ووجهه نظرك في اللي انت بتعمله، ووجهه نظرك في اللي انت هتعمله. يعني ربطت ما بين الماضي بتاعك والحاضر اللي انت عايش فيه والمستقبل. والشيء بالشيء يذكر، انا بشوف ان مفيش حاجه اسمها حاضر. يعني بشوف ان تصنيفنا لماضي وحاضر ومستقبل هو تصنيف غير دقيق، وفي رايي ان الحاضر بتاعي هو مستقبلي. في رايي ان مفيش حاجه اسمها الحاضر، مفيش غير الماضي والمستقبل. لان لو انا دلوقتي هتقصد اني بشكل مستقبلي دلوقتي حالا، انا دلوقتي بذاكر للامتحان انا بكره نجحت، انا دلوقتي بجتهد في شغلي انا بكره تفوقت، انا دلوقتي بعامل الناس كويس انا بكره احترمت، انا دلوقتي بهتم باللي حواليا كويس انا بكره اتحبيت. اذا الحاضر بتاعك هو مستقبلك الفعلي، هو النسخه المصغره، هو البروفه للمستقبل بتاعك اللي انت هتعيشه. ففكره ان انا في الحاضر دلوقتي مش بعمل حاجه، وده كتير من الناس ممكن تقع فيه، ويمكن في موسم المصايف والسفر بعض الناس تاخد اجازات وتسافر وهي متضايقه علشان تغير جو وترجع بمود احسن، ترجع زي ما سافرت، لانها رايحه بنفس المنتاليتي، بنفس طريقه التفكير، ونفس طريقه اداره المشاعر. فمهما وصلت هناك لاحسن الاماكن مع افضل المحيطين هترجع وهي بنفس المشاعر، لانها بتفكر في نفس الحاجات اللي ضايقتها، وكانها في اللحظه دي هي بتصنع المستقبل بتاعها. رجوعا لمفهوم العمر النفسي، العمر النفسي من وجهة نظري ان الاحتياجات الجسدية اللي بتمر بيها مراحل النمو الجسدي لازم تلبى، وفي المقابل الاحتياجات النفسية اللي بتمر بيها مراحل النمو النفسي لازم تلبى. في اتنين من كبار علماء النفس القدامى، احد رواد التحليل النفسي ومؤسسه فرويد لما صنفهم وقال ان هم ست مراحل، واتكلم عن مراحل النمو النفسي، واحد اسمه إيريكسون واتكلم عنها بشكل اكبر. احنا في التلفزيون واللقاءات العامه بنحاول نوصل للناس من غير كلام تفصيلي علمي علشان خاطر يفهموا الامور. شرحنا ان كتير من الناس اللي ممكن تقع حياتها وهي ما لبتش المراحل دي بتتلخبط فيما بعد، وشرحنا ازاي الجنين وازاي من اول سنتين ومن سنتين لاربع سنين.
وقلنا ان الشخص ده ممكن يكون متردد، الاخير اللي اتكلمنا عنه من سن 2 إلى 4 سنين، شخص متردد في العلاقة ومجهد لطرف العلاقة الاخر، وشرحنا قد ايه ممكن الستات في مجتمعاتنا العربية والشرقية يكونوا عايشين حالة من الاجهاد النفسي الفظيع، لان هو ان هي بتنتظر زمام المبادرة من اللي في ايده زمام المبادرة لمجرد ان المجتمع اداله هذا الزمام. عندك مثلا من سن 4 سنين لـ6 سنين. بس معلش يا دكتور برضه عشان نوضح للناس، حضرتك بتدي مثال لبعض الاحتياجات اللي ما تمش تلبيتها في العمر ده او في المرحله العمريه دي، لكن في جنبها حاجات تانية كمان كتير يعني جداً. في احتياجات اخرى ما كانتش بس دي اللي ما تلبتش واثرت كتير. لا ده جنبها كمان حاجات، فحضرتك بتدي بس امثله من كل مرحله كتير. عشان كتير. في حاجات كتير قوي تانية مش بس حاجه واحده يعني في مرحله عمريه، يعني عشان ده معناه ان في حاجات كتير ممكن ما نكونش بناخد بالنا منها. احنا هنا بناخد نفس اللي ذكره فرويد من 3 مراحل للنمو النفسي خلال 6 سنين اول، اللي هي المرحله الفميه والمرحله الشرجيه وفي المرحلة الخاصة بتشكيل الهوية الجنسية من سن 4 سنين لـ6 سنين. وفي المرحلة دي بيبدأ الولد والبنت يتعرفوا على جنسهم وهم من أنهي نوع، بيستكشفوا. صحيح. وهنا زي ما أدركنا إن في كتير من الستات بتبقى بتعاني من شخص متردد، يقدم في العلاقة وبعدين يتراجع، يقرب منها وبعدين ينسحب، يحبها وتاني يوم يهملها، يتعامل معاها وتاني يوم يتجاهلها، وربطنا ده بأي من المراحل العمرية. لكن في حد تاني ممكن يتجوز عشان محتاج يحل مشاكله مع مامته ومحتاج صورة تانية من مامته، ويكون مرتبط بواحدة جميلة أصيلة متعلمة مثقفة، ويتجوز عليها حد أقل منها في كتير جدا من الصفات، ولما تسأليه انت ليه اتجوزت تاني ممكن يفاجئك ويقول لك بتطبخ حلو. فكرت مره تسالي نفسك، هو ليه كتير من الناس اللي ممكن يتجوز ستات كويسه جدا فجاه يتجوز تاني ممكن يكون واحده اقل بكتير جدا في المواصفات من زوجته؟ يعني يقال انه ساعات بيبقى عنده احتياج ما لقاهوش مع مراته. ركزي في ده. هو بيدور على الاحتياج اللاشعوري، رغم انه ارتبط بحد احنا حواليه شايفين ان هي دي بتلبي كل احتياجاته، بس هو في ابعد مكان جواه لسه في حاجه ناقصاه. ممكن تكون بتعمل له كل حاجه بس هو محتاج في ابعد مكان جواه ام يحل مشاكله مع امه الحقيقيه، ويعوض اهمال الام الحقيقيه، ويتواصل مع ام بديله باقي حياته. على الطرف الثاني بتلاقي نفس القصه، ان كتير ممكن من الستات وهي مرتبطة بيه تتعامل معاه كأب، وكتير منهم ممكن يحل مشاكله مع الأب في شخص الزوج. لذلك دقق كويس قوي في ردود بعضهم على التليفونات. ايوة يا ماما، وهو بيكلم زوجته. ايوة يا بابا، وهي بتكلم زوجها. السبكونشس مايند او العقل الباطن بيبدأ يطلع في زلات اللسان اللي ممكن غير المتخصصين ما ياخدش باله منها. وهنا لازم تعملي حاجة اسمها المودلينج او النمذجة، وتجيبي نموذج الاب وتحلليه، لان هتلاقي ان هي بتتعامل مع الزوج على انه نموذج الاب، فما تقبلش منه انه يردها، ولا انه ما يسمعهاش، ولا انه ما يقدرهاش، ولا انه ما يديهاش اللي هي محتاجاه. وفي نفس الوقت ممكن نموذج الام يكون مسيطر على الزوج، إنه محتاج واحدة تأكله وتشربه وتلبسه وتخرجه وتاخد بالها منه وتراعيه بدون أي مسؤولية، وكأنه بيكون داخل المكان لا شعوريا بيستمتع وهو بيرمي الجاكيت هنا والقميص هنا وساعته هنا وجزمته هنا، وبيبقى لا شعوريا مبسوط، وإن في حد بيدور وراه ويلم وراه. هو نفس الإحساس الدفين القديم إنه كان بينام في أي حتة ويصحى يلاقي نفسه في سريره. ده يا اما دكتور بان هو عايز يعيد اللي هو عاشه ده، او الاحساس هو معشوش، او ان هو اصلا معشوش فهو عايز يعوضه. لم يكتفي من ده. عدم الاكتفاء بيعمل حاجه اسمها الانتكاسه او النقوص. يعني ايه نقوص؟ ده حيله نفسيه، حيله لا شعوريه. وممكن نبقى في وقت من الاوقات نعمل حلقه عن الديفنس ميكانيزم، عن الحيل النفسيه.
الحياة النفسية اللي احنا طول اليوم على مدار اليوم والليلة بنستخدمها. النقوص احد الحيل النفسية اللي بتخلي الانسان يرتد الى مرحلة عمرية ما ما تحققش فيها الاكتفاء الكامل للاحتياجات النفسية المحددة، او كان فيها اكتفاء مشبع جدا، او كان فيها اكتفاء بالغمر، يعني كان عنده حاجات كتيرة جدا فبيرجع للمرحلة الاكثر امانا بالنسبة له او الاكثر حرمانا بالنسبة له. كلاهما ممكن يحصل فيه نقوص. زلات الألم وزلات اللسان من الحيل النفسية اللي بتكشف لك مشكلة في العمر الحقيقي. زي لما حد يقابلك، الدكتورة النهاردة مقابلتك كانت أنحس مقابلة بالنسبة لي، أنا آسف كانت أحسن مقابلة، دي اسمها زلة لسان. وجودك في حياتي ده أكبر نقمة حصلت، أنا آسف دي أكبر نعمة ممكن تكون حصلت لي، ده زلة لسان. الحاجات البسيطة اللي بتتقال، الفاسز، لغة الجسد، حجم التواصل، طريقة التواصل، تون التواصل، كل دي بتحدد هو اللي قدامك بيفكر ازاي وعايز ايه وهيعمل ايه في الخطوة اللي جاية. نرجع من 4 سنين لست سنين. في المرحلة دي بيبقى فيه رغبة دفينة نفسية، يعني مش عارفين، الطفل ما بيقدرش يحددها بس الاباء والامهات بيلاحظوها، انك بتلاقي ميل للاتصال النفسي مع الطفل من الطفل للجنس الاخر من الاب او الام. وهنا بتحصل شوية عقد كده لطيفة الناس بتسمع عنها وتقرأ عنها في الروايات والكتب، زي عقدة أوديب وعقدة إلكترا، وده مش موضوعنا، في حلقات كتيرة ممكن اتكلمت عنها من سنين ممكن يرجعوا لها. لكن في المرحلة دي تحديدا لو ما قدرناش نزرع في دماغ وعقل الطفل طبيعة جنسه وأولويات التعامل معاه والتواصل معاه من حيث هذا الجنس، بيقعنا في مشكلة كبيرة جدا. وده اللي يفسر لك تكرار الدخول في علاقات كتير سواء في المراهقة أو بعد البلوغ أو بعد سن الرشد اللي احنا بنسميه، وتلاقيها طول الوقت لو سبت مش قادرة تحدد هي محتاجة ايه، ومش قادرة تحدد العلاقة الأنسب بالنسبة لها، ولو راجل مش قادر يسمي احتياجاته من الست بتاعته، وممكن تبقى بتلبي له كل الاحتياجات من وجهة نظرنا وهو يقولك أنا مش قادر أمسك عليها غلط بس مش قادر اكمل معاها، او ما يبقاش قادر يحدد سبب اتخان عشانه زمان فبيكرر الخيانة دلوقتي ومش قادر يبطلها، مش قادر يربط ان هو زمان ما كانش بيتقدر وكان مهمل فمحتاج مزيد من الاهتمام طول الوقت، يصيب اللي قصاده او الطرف التاني في العلاقة بالاحتراق النفسي انه لو ولع في روحه هو ما عملش اللي كان المفروض يتعامل معاه. في المرحلة دي، مرحلة اكتشاف الهوية الجنسية، بنبدأ نعرفه انت ايه ومحتاج ايه، وبيحصل فيها مشاكل كتير جدا. ويجوا الاطفال يسألوا ببساطة شديدة وببراءة ابسط، ايه ده انف، ايه ده فم، ايه ده اخرس. وهنا بيبقى طول الوقت شغوف انه يتعرف على ده، ولما بيقدر يقابل حد عنده نفس الشغف على طول بيتعرفوا هما الاتنين على ده، ودي احد اهم الاسباب اللي بتعمل خلل في الهوية الجنسية، واحد اهم الاسباب لاصابة الاطفال باضطراب الهوية الجنسية باكتر من نوع واكتر من شكل، يعني يؤثر عليه طول حياته. اساسه في المرحلة دي من 4 سنين لست سنين. لانك لازم تعرفيه كويس انت ايه، ايه تكوينك البيولوجي، تختلف عن ايه في الجنس الاخر، حدود لعبك معاه ايه، حدود وجودك معاه ايه، حدود تواصلك معاه ازاي. في المرحله دي لازم يعرف ده كويس، لانه بيبقى داخل بعد الست سنين لغايه 12 سنه اللي هو سن البلوغ، بيبدا يكون اللي انت علمته له من زيرو لست. ده اللي بيظهر بقى فيه اكتر كل الطريقه بقى اذا كانت صح او غلط من الام والتعامل الحكيم او الغير حكيم طبعًا. في المراحل اللي قبلها مش بس الام يا جماعه، احنا دايما بنقول الام بس، الاب ده يعني دي دور طبعا، بس يعني عاده المرحله الصغيره اللي هي البيبي، من هو بيبي سنتين، ومن سنتين لاربعه بيبقى الاحتكاك اكتر بالام او تعامل الام هو اللي اكبر شويه مع يمكن من 4 لـ6 سنين بنحتاج وجود الاب بشكل كبير. وخلينا نتفق ان المراحل دي في ظني وفي رايي ان هي ممكن ننزل بيها شوية. انت من 20 سنة كان الطفل اللي عنده 4 سنين ما بيعرفش يعمل ربع اللي بيعمله دلوقتي الطفل اللي عنده 3 سنين.
دلوقتي طفل الاربع سنوات بيقدر ان هو يدخل على برامج ويشوف حلقات ويفتح موبايلات ويقفل لابتوبات وانت ما تعرفيش هو بيعمل ايه. صحيح. وانت في سنه كنت بتعمل على ده؟ ذكر ده دكتور، هل صح ان احنا نقول يعني في ناس بنسمعها بالذات اهالينا مثلا يقول لك خلاص اتعاملوا مع اولادكم دلوقتي، اللي عندها 10 سنين اتعاملي عنها 20 سنه او 15 سنه، اللي عنده 15 سنه اتعامل معاها لانه اكبر من كده بكتير، ده حقيقي؟ لانه هقول لك معادله ده هيرجعنا للنضج العقلي الاسرع دلوقتي في الزمن ده شويه عن اجيالنا. شوفي، هو في فرق ما بين اربع مفاهيم مهمين جدا، وهقول لك ممكن الحسبة نحسبها ازاي وفقا لاولادنا. في فرق ما بين العلم والتعلم. مش كل واحد متعلم عنده علم. العقاد ما كانش متعلم تعليم جامعي وهو العقاد. فهو عالم بس مش متعلم. وهتلاقي واحد متعلم لكنه ما عندوش علم. استاذ جامعة ودماغه فاضية. صح طبعا. نفس الاختلاف هو ما بين الخبرة والنضج. الخبرة اللي هي معامل الخبرات اللي ناتجة من الحياة اللي احنا مرينا بيها وهو السن. النضج ملوش علاقة خالص بالخبرة، لان زي ما قلنا المرأة الحكيمة اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت ان هي فرقت بشتى الطرق ما بين ان حد كبير في السن ومش ناضج وحد صغير في السن وعنده نضج. اذا الاربع مفاهيم العلم والتعلم والنضج والخبرة الاربعة ما ينفعش يرتبطوا ببعض ابدا. الاهم هو سؤال حضرتك اللي طرحتيه، وهي فكرة هل ده بيفرق في تكوينهم النفسي بعد كده؟ طبعا بيفرق. ليه؟ لو تخيلنا ان انا كل مرحلة عمرية بمر بيها زي ما هي جسديا عندي حاجات لازم احصل عليها، نفسيا في المقابل بالتوازي معاها عندي احتياجات لازم البيها. لو ما لبيتش هذه الاحتياجات انا بقع في مشكلات نفسية نتيجة عدم تلبيتي لهذه الاحتياجات النفسية من الصغر. وده اللي بسميه وكأن حصل الفارق بين انه انا بكبر سنا النكوص. لكن نضجا يعني ما بنضجش فعليا نفسيا. ده اسهل التفسيرات اللي تخليك تفسري بعض التصرفات الغريبة وترتاحي من سؤال ليه كده؟ ليه انا كل ما اهتم بيك الاقيك مهملني؟ ليه كل ما اتواصل معاك كويس الاقيك بتعتدي على حقوقي؟ ليه كل ما اقرب منك الاقي ان انت بتزيد من ان انت تضغط عليا؟ ليه كده؟ السؤال الغريب اللي كتير من الناس بيسألوه لبعض، ليه كده؟ ليه انا بوقف جنبك وساعدك وسندك وانت بتبيعني في اول موقف؟ ليه كده؟ ليه ابقى انا بدافع عنك في غيابك قبل حضورك وانت بتستمتع بسيرتي وهي بتيجي في وجودك من غير ما ترد عليا؟ غبتي او تحفظ ليا كرامتي، ليه كده؟ ليه كل حاجه بعملها كويسه بلاقي منك المقابل نكرانها؟ ليه كل اهتمام بقدمه لك بلاقي منك المقابل انك تنساه؟ او ليه كل حاجه بتفانف ان انا اعملها بتفترض فيما بعد انها حق من حقوقك ولو ما عملتهاش تتهمني بالتقصير؟ ليه 99 حاجه بقدمهم لك ما بسمعش منك شكرا؟ وليه حاجه واحده ما عملتهاش ممكن تفضحني وتنزلني في مواقع التواصل ان انا ما قدمتلكش اللي انت مستنيه؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ده السؤال المميت المنهك اللي بيوصل الانسان لحاله ما بين الضغط النفسي والكرب النفسي، ان انا ليه عملت في نفسي كده؟ ليه وصلت نفسي لهذه المرحلة؟ ليه كده؟ لما هتفهم اللي قدامك بيعمل ليه كده انت هترتاح. وشرح حضرتك طبعا اعتقد انه بوضح بشكل يعني مفصل جدا الشخصيات اللي بنشوفها بتعمل كده ليه، وده ممكن يكون سببه ايه. يعني في حلقات كتير قوي بنبقى بنتكلم عن مشاكل نفسية او اضطرابات في الشخصية او انواع من الشخصيات، وبنحاول نفهم هو سببها ايه وازاي بدأ بكده وحتى من هو صغير ايه علاقة التنشئة بانه يطلع شخص زي كده. وحضرتك وضحته بالتفصيل بالمراحل العمرية وده جميل جدا. طيب عايزين بقى ننتقل لفكرة انه انا دلوقتي خلاص انا شفت ان في شخص عنده مشاكل كتير قوي وفهمت بشرح زي ده انه ده بادي مش بس من انه هو شخص كبير او تجارب مر بيها، ده بادي من الطفولة ومن كمان من عمر صغير جدا من غير يعني فوق ما الواحد يتخيل. يعني هل الشخص ده ممكن ينضج؟ يعني انا دلوقتي بسأل نفسي، انا خلاص بتعامل مع شخص قدامي وشفت انه عمره الحقيقي النفسي مش زي عمره الزمني، هل في امل ان الشخص ده ممكن ينضج يعوض كل اللي يعني فات ده؟ يعني ايه ينضج؟ يبدا يكبر بقى نفسيا، ينضج نفسيا او عمره النفسي اللي حضرتك اتكلمت عليه اقدر يعني اعليه اكتر، اقدر اخليه يبدا يكبر الكبر اللي كان متاخر ده بيكبر اسرع من ده، الزمني بيكبر اسرع من النفسي، هل اقدر اعوض ده بقى على كبر؟ هديك مثال بسيط قوي. لو بصيتي على اللوحه اللي معانا في الاستوديو دي وشاورتلك عليها وكان في بعض الاجزاء منها مش موجوده
هل هتحس ان اللوحه دي قادره توصل لك الرساله؟ لا طبعا. كتير من الاشخاص كده ما بتبقيش عارفه هم عايزين منك ايه، ما بتبقيش فاهمه انت بتعمل كده ليه، ما بتبقيش عارفه تقريه صح. طب ينضج بالنسبه لك ان الصوره تكتمل، ان هو يبقى شخص عارف هو بيعمل ايه ومسؤول عن اللي هو بيعمله، ده معناه ان هو يبقى سوي نفسيا. بالظبط. عشان يبقى سوي نفسيا لازم يتعالج. لازم يعرف ايه اللي ناقص في صورته ويكملها، لازم يعرف كان ناقص ليه وهيكمله ازاي. السواء النفسي في ابسط تعريفاته هو القدره على ان انا ابقى فاهم انا ناقصني ايه والمفروض احصل عليه ازاي. السواء النفسي عمره ما كان القدره على التحمل ولا القدره على الاستمرار والتكيف الخاطئ مع الضغط. السواء النفسي في ابسط تعريفاته انك تتكيف صح مع اللي مش موجود وتدرك بشكل اصح ازاي تخليه موجود، انك تحدد جوانب النقص اللي انت مريت بيها ولم تكتفي منها وازاي تشبعها وان كنت في مرحلة عمرية متقدمة سنا غير متقدمة نفسا. السواء النفسي انك تكون ادرى الناس بنفسك لتحديد احتياجاتك اللي ما اكتملتش ورغباتك اللي ما اتحققتش وافكارك اللي ما تصلحتش ومشاعرك اللي ما نضجتش. اللي مش هيعرفها غير متخصص يا دكتور لما يرجعه على بقى كل ده يساعده في ده. ما هل حياتك بقى بخبرتك من اللي بتشوفه كتير قوي ومن الحالات اللي بتجيلك ومن اللي انتوا نفسكوا كمعالجين نفسيين بتشوفوه في الناس، ممكن هم يبقوش فاهمين نفسهم. يعني انا ممكن ابقى عندي مشكله مع شخص او الشخص ده مدرك انه خلاص مش عارف يتعامل مع الناس او عنده مشكله بس مش عارف هي ايه. هل فعلا بيتغيروا؟ هل فعلا يقدر يعني يحط ايده، انتوا لما حطيتوا ايدكم على المشكله وكان فين النقص وكان في انهي مرحله وكان ايه الاحتياج، هل فعلا الشخص يقدر يعوض ده في عمر كبير لما بعد ما كبر خلاص وعدى كل المراحل دي؟ في بدايه الحلقه اللي فاتت اتكلمت مع حضرتك عن ان كتير من الناس بيكون عمرها الزمن كبير، عمرها النفسي مش كبير. صحيح. ولما تشوفيه تحسي ان في طاقه ايجابيه حلت عليكي، وحد تاني صغير لما تقولي له صباح الخير يقول لك وهيجي منين الخير. الشخصيات مش بتتحسب ابدا اعمارها بس بالزمن اللي هي بتمر بيه. وفي رايي ان العمر النفسي هو اللي بيحدد مدى سعاده الانسان او شقائه، مدى نجاحه في حياته او فشله، هو اللي بيحدد مدى استقرار علاقاته او اضطرابها. السواء النفسي اللي بيقدر يوصل له بمساعده متخصص، وهنا بنقول للناس خصوصا للزوجات والازواج لما تدرك من خلال الحلقات اللي احنا بنعملها كتير ونشر الوعي النفسي اللي بنحاول جاهدين نوصله لك، وتعرف ان في مشكله في الطرف اللي معاك في العلاقه، ما تحاولش تحلها بنفسك لسببين. الاول ان ده هيستهلكك ويستنزفك. صح. لانك مش هتقدر تعمل ده لوحدك، فكفايه عليك اللي جرالك. والتاني ان وانت بتحاول تكتشف الخلل انت ممكن تتلف فيه اكتر فما توصلش للنتيجه اللي انت عايزها. طب ما تروح للتوكيل، والتوكيل ده هو اللي يقدر يساعدك على اكتشاف هذا الشخص بدون اتلاف اكبر فيه والوصول بيه لافضل مرحله ممكن تمر بيها. وزي ما كل تول في حياتك ليها توكيل، النفوس ليها توكيل اسمه توكيل النفوس، انك تروح وتقدر تكتشف الطرف الثاني. وانت كمان في العلاقه مش بس بنقيس ايه الاحسن، بنقيس مين الانسب وازاي يحقق هذا التناسب. تمام. يعني انا قدامي يمكن دقيقتين يا دكتور، برضو عايزين في النهايه في الدقيقتين دول حضرتك تدي كده نصايح للناس اللي يعني اكيد كلنا فينا ما فيش حد سوي نفسيا 100% يعني، لكن في ناس بتعاني بشكل اكبر من ناس تانية مع صح. اشخاص حواليها. فيعني خلاص عرفنا ان في معاناه وعرفنا ان في مشكله مع شخص ما يعني حواليا، بالذات الناس المحيطين بيا اللي بتعامل معاهم او من الاهل، اعمل ايه يعني في البدايه اللي هو لسه مش ما عندوش الحته بتاعت ان انا عندي مشكله او ان انا محتاج حد متخصص، اساعده ازاي في الاول يعني حتى الى ان انه يروح لمتخصص؟ خلي كلامنا موجه لكل واحد عانى او اتالم، تعب او اتضايق من كل الصفات اللي قابلها في كتير من الناس حواليه. احصر كل الصفات السيئه اللي ممكن تكون تعبتك وضايقتك وقللت من طاقتك واثرت على عمرك لبدت مشاعرك تتأثر بيها فيظهر شكلك أكبر. احصر كل الصفات السلبية اللي ممكن تكون خدت من طاقتك وقللت من مجهودك وسوقت من حالتك النفسية وأثرت بالسلب على استقرارك النفسي ووصلتك لأنك حاسس إن إحنا بنتكلم عنك أنت. احصر كل الصفات دي واعمل عكسها. اللي تقابله حبه، واللي ما تحبوش ما تكرهوش، واللي تكرهه
ما تضايقهوش، واللي تقابله وانت مش راضي عن تصرفاته ما تغتابوش، واللي مش موجود ما تنكروش، ما تنكرش فضله ولا مجهوده. لما اللي هتقابله هتحبه، ولما تحبه ما تكرهوش، ولما تكرهه ما تأذيهوش، ولما تلاقيه قدامك ما تضايقهوش. ده هينعكس عليك انت. لما هتصنع الخير مع الناس ده هيعود عليك انت. لما تعامل الاخر بالفضل انت اللي هتستمتع بالفضل، لانك هتكون من اهل الفضل انت. طول الوقت انت محتاج انك تتعامل بهذا المنطق، انك تحب اللي يقابلك، ما حبيتوش ما تكرهوش، ما كرهته ما تأذيهوش. ما تفكرش انك تدخل معاه في منافسة، ادخل معاه في نقاش. ما تبقاش حاد الطباع، كن لين هين بسيط فطن. ما تفكرش خالص ان عشان اتضحك عليك مرة او اتأذيت في علاقة او اتنين من شخص او اكتر ان ده هو اللي هيحصل في كل العلاقات اللي هتقابلها. افترض الاحسن وسعاله وتوقع الافضل وتأمل فيه، وخد بالك ان مفيش بديل عن حب الانسان لنفسه. صحيح، يعني ماليش دعوة باللي قدامي، اشتغل على نفسي انا. برافو. وده هينعكس في النهاية على عمري النفسي بقى وعمري الحقيقي اللي كنا بنتكلم عليه. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم. يعني موضوع مختلف، والناس لو ركزت فيه هتلاقي انه فعلا في حاجات كتير جدا يمكن الناس ما بتاخدش بالها منها، بتأثر فيهم وفي عمرهم الحقيقي وفي نظرة الناس حتى في عمرهم اللي كنا بنتكلم عليه انه ممكن يبان عليه سن اصغر من سنه، او الطاقة الايجابية اللي حضرتك اتكلمت عليها. يعني يا ريت احنا بنحاول نساعد الناس على قد ما نقدر، ويا ريت الناس برضو ترجع للحلقة الاولانية والحلقة دي، هيلاقوا كلام مهم جدا عن موضوع العمر الحقيقي. انا بشكر حضرتك جدا. أهلاً دكتور مصرح. احمد هارون، مستشار العلاج النفسي عضو الجمعية العالمية للصحة النفسية. شكرا لك يا دكتور. اهلا بحضرتك. وبشكر كل مشاهدينا، والى لقاء اخر وحلقة جديدة من فضفضة وموضوع جديد.